السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش دوزو كوداج ديال لابيس باسات ار دي. كما كتشوفوا معنا وانا ما كاينش الكوداج، نديرو لي الكود ديفو ترانسميتور دي انغولو غير دي بولانتي دي ديريكسيون اونيدات دي كونترول مال كوديفيكادا. دابا اول عمليه نبداو بها نمشيو لي فالور، نختارو جي 85 هو هذا، نديرو اوكي. هذا خصنا نطيحو في الزيرو. اول حاجه خصنا نديرو خصنا يطيح في الزيرو، هكذا. دابا في الزيرو، ديريكسيون في الزيرو. الا ما كانش في الزيرو الكوداج كاع ما تحلمش به. دابا غادي نمشيو نديرو كود لاكسي، خمسة وتسعين زيرو، خمسة وتسعين خمسة وخمسين، ايدنتيفيكاسيون كوريكتا. نوليو ندخلو الكوداج ديالنا اللي هو 42 55. كوداج كوريكتو. المرحلة ها هو تأفيش أننا يا المرحلة الزوجة هي نولي ونديرو عاوتاني كود لاكسي 40 168. كود لاكسي ديال الكوداج ماشي هو ديال لادابتاسيون ديال الريغلاج دو باز تاع لونغول دي براكاج. ايدنتيفيكاسيون كوريكتا. نرجعو نوليو دابا اخيستي باسيكا ريغلاج دو باز، سيليكسيونيو جي 85، ديرو اوكي. هنايا اوكي يعني كيعطيك اوكي هنايا لتحت، صاي الامور راها غايه. الا كان لونغل دي براكاج ما طاحش في الزيرو غير يدوز داك الكوداج، ولكن هنا ما غير يعطيك نو اوكي، نو اوكي. متفقين؟ نو اوكي. هذيك الساعه انت غادي غير تخرج من الدياغنوستيك الا ما طيحش لونغل دي براكاج في الزيرو، واخا يتاكسيبتا لك الكوداج غادي غير تخرج من الدياغنوستيك تولي تدخل تلقى الكوداج طار.